في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين قباج توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمنظمة العربية لحقوق الإنسان. ويهدف البروتوكول إلى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للأسر في قرى الريف المصري. هذه الأونة بنستكثر من شراكتنا مع منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية، وبنشرف بدوت لأن مصر بتنهض في مرحلة الحقيقة ثرية جدا في التزاماتها الدولية وللعهود والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، واحتراما أيضا لدستورنا المصري ولسياسات اللي بترتئيها القيادة السياسية في الحياة الكريمة لكل مواطن مصري على أرض مصر. اللي في الحقيقة النهاردة بتقود هذا العمل مهم جدا في مرحلة جديدة. احنا النهاردة امام مرحلة جديدة من العمل الاهلي في مصر بنشهدها في سياق تطبيق قانون 149 سنة 2019 اللي هو بيلبي مطالب المجتمع المدني عن فترات سابقة وبيعمل اصلاح شامل في هذه الوضعية ويخلق ايضا حالة من حالات التكامل والتعاون الكبير بين الدولة والمجتمع المدني. مبادرة حياة كريمة هي وطنية بامتياز لرفع المعاناة عن هذه الاسر الفقيرة في كل انحاء الجمهورية. احنا كجهة منفذة بنتعاون مع الجمعيات بنسهل لهم التمويل وبنتعاون معهم في ان احنا في تنفيذ المشروعات بتاعتهم في القرى والنجوع وفي البيوت اللي موجودة للأسر الأولى بالرعاية عشان الإنسان المصري يبقى طبقا لتوجيهات الرئاسة.